مرحبا مرحبا مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين رسالة وعي، الله يعطيكم العافية جميعا، والله يتقبل صلواتكم ودعواتكم يا رب العالمين، ويجعل كل شيء خالصا لوجهه الكريم، والله يبلغنا وإياكم يا رب هالأيام العشر المباركة. نحن هلأ بالعشر الأخير، لا تنسونا من صالح دعائكم، الله يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من أهل القدر يا رب الدنيا والآخرة. اليوم وصلنا بتفسير، أهلا يا نور، اليوم وصلنا بتفسير سورة، بتفسير القرآن الكريم للجزء 20 و21. إن شاء الله حنحاول يعني نختصر شوي، بس خليني أتأكد. سورة الروم، سورة العنكبوت وسورة الروم. سورة العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. سورة العنكبوت بتحكي عن الامتحانات، امتحانات الله لعباده المؤمنين. طبعا في نوعين من الامتحان، في امتحان تمحيص للإيمان وابتلاء وفتنة للإنسان لحتى يظهر إيمانه، وفي امتحان ثاني هو إظهار قدرة الله وإمهال للإنسان. اليوم بدي بلش إن شاء الله بتفسير سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سورة مكية، هي السورة 29 من القرآن الكريم، هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله جميعا، أهلا يلي عم ينضموا هلأ ويلي رح ينضموا لاحقا إن شاء الله حسب كل واحد هو وقته. أوذي المسلمون في مكة إيذاء شديدا بالفترة الأخيرة، وخاصة بالفترة الأخيرة قبل الهجرة، لدرجة ضيقوا عليهم تضييقا شديدا شديدا. فالكفار يعني كفار قريش ضيقوا على المسلمين تضييقا شديدا، وهذا كان طبعا الله سبحانه وتعالى مو بإيده أنه ينصرهم من أولا، لا، رب العالمين طبعا بإيده ينصرهم، ولكن ما بده ينصرهم هلأ. ليش؟ لأنه رب العالمين له حكمة، حكمة الله في امتحان وتمحيص الإنسان المؤمن بأنه يفتنه. شو يعني الفتنة؟ الفتنة لغة هو يفتن الشيء، يعني يختبره. شو يعني يختبره؟ يختبر جودته، اختبار جودة، اختبار جوهر الإنسان ليميز الخبيث من الطيب. شو يعني اختبار جودة؟ يعني بيعرضوا الذهب لأعلى درجات الحرارة لحتى تطلع منه الشوائب وتذهب ويبقى الذهب الخالص. وهذا هو الإنسان المؤمن، الله سبحانه وتعالى يفتنه لحتى يظهر جوهره الحقيقي. وهون كمان في حكمة من حكم رب العالمين، ليش الله سبحانه وتعالى ما نصر المسلمين أول الدعوة السرية، كل الدعوة السرية بمكة، ليش الله ما نصر المتعذب وكل هذا العذاب؟ السبب كان هو رب العالمين بده يحمل رسالته لناس أولو عزم مثل الأنبياء بدهم يكونوا. هدول أصحاب الرسول ما بده يكون عندهم ولا ذرة نفاق. فإذا كيف يبتلي الله الإنسان؟ كيف يظهر أحسن ما فيه؟ يبتليه بأصعب شيء، أصعب شيء، يعني يختار يا حياة يا موت يا إيمانك. فهون رب العالمين يريد أن الذين يحملون الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا قد المسؤولية، يمحصهم تمحيصا يلي ما بده يروح. نحن ديننا مو سهل، هيك معناها هاي الآية. فحسب ناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هاي الرسالة بدها تطلع لسه، الرسالة الإسلامية كانت لسه بأولها كثير ضيق على نطاق ضيق. عفوا لحظة بس مصطفى، لو سمحت طلع لبرا لو سمحت. اذا يريد الله سبحانه وتعالى ان يمحص المؤمنين تمحيصا، وخاصه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لسه الايمان رح ينتشر اكثر، ولسه حينتشر الاسلام في كل بقاع الدنيا، حيروح على بلاد الروم وبلاد فارس وهيك. واذا ما كانوا المسلمين حق، إسلام حق وثابتين، فكيف حينصروا؟ إذا كانوا في عندهم ذرة نفاق ما حينتصر هذا الدين. لذلك الله قال أفحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة شرط من شروط تمحيص الإيمان،
وبشكل عام الإنسان بشكل عام يمتحن، الإنسان يمتحن بصبره، يمتحن بثقته بالله، يمتحن مو بس صحابة رسول الله. هي الآية منزلة على كل إنسان يقرأ هذه الآيات، على كل إنسان مسلم. المحور الأساسي لسورة العنكبوت إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى والإيمان به. طبعا ذكر البعث والنشور والحساب، ولا تجادل إلا بالتي هي أحسن، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إذا الله ما محصنا وأظهر جوهرنا ما رح نكمل. عرفتوا شو معناتها حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مثل مثلا خلينا نقول طالب طب بده يتخرج طب، كيف هذا بده يتحمل مسؤولية عمليات؟ خلينا نقول أصعب شيء جراحة مثلا، خلينا نقول جراحة أصعب نوع من أنواع الجراحة، كيف بدنا نحمله مسؤولية هالشهادة؟ نحن عطيناها الشهادة واشترينا له هالشهادة، بعدين شو بده يعمل فينا؟ بيروح العالم كله. لذلك الله سبحانه وتعالى يمتحن كل الكليات، تمتحن الإنسان قبل ما يخرج، قبل ما يطلع من الكلية، وكل فترة كل 5 سنين يعملوا له امتحان تجديد معلومات، لأنه في مسؤولية حاملها هو الشهادة. ونفس الشيء شهادة الإيمان، بطاقة الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدك تتحملها، بدك تتحمل توابعها. لا إله إلا الله شديدة، الله سبحانه وتعالى أنزل في أوائل القرآن، أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني الإسلام مو سهل، ثقيلا، الإسلام ثقيلة، لا حدا يفكر أنه حيآمن وما حيتعرض لابتلاءات وضغط شديد شديد مثل الذهب لما رب العالمين بيعلي ما آمنا وبيرفعنا درجات وبينقينا، مثل ما بيصنعوا الذهب، الذهب لما يغلو على أعلى درجات، يعرضوه لأعلى درجات، يصهروا لأعلى درجات حرارة، بتطلع الشوائب وبيبقى الذهب الخالص. وهذا هو الإنسان المؤمن. لهيك الله امتحن المسلمين الأوائل، لأن اللي بده يضلوا معنا للآخير، نضلوا مع النبي لفتح مكة، بدهم يكونوا قد المسؤولية، لأنه حيكون في فتن كتير، حيكون في امتحانات وحروب كتير، حيكون في كتير شغلات صعبة. وبالعلامة الناس اللي آمنوا يوم فتح مكة رجعوا ارتدوا وصاروا خوارج بعد الإسلام. ليش؟ لأنه ما كان ممحصين، ما كانوا هدول، مو هدول اللي تحملوا الرسالة، مو مثل صحابة رسول الله اللي آمنوا معه من البداية. فإذا أنا حبيت أني يعني مثل ما بيقولوا استفيض بهذه الآية، لأنه هي الآية هي محور السورة صراحة. وبعدين قصة العنكبوت، يعني شبكة العنكبوت. هي السورة هدفها الثبات، تمحيص، فتن، أنه أنت في امتحان، وأنه لا تحاول أنك تفكر أنه الرزق إلا بيد الله، الرزق بيد الله، اسعى وبس، لا تقول كيف، اسعى وعمل باللي عليك وقول كيف، لا تقول كيف وبس. هي نزلت قبل الهجرة، فإنه في بعض المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له طب كيف بدنا نروح على بلد ما بنعرفه وأشغالنا وأعمالنا؟ فالله سبحانه وتعالى قال لهم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. مثل ما رزق كل هالدواب وكل هالمخلوقات بده يرزقكم. أنتوا خلي عندكم رسالة وثقة تحملوا أمانة صح، ورب العالمين بيرزقكم، توكلوا عليه وهاجروا على المدينة وشوفوا كيف رب العالمين بيفتح عليكم، لا تسألوا كيف. ذكرت قصة لوط وقصة إبراهيم، قصة إبراهيم مع لوط. فآمن لما إبراهيم، قلنا حكينا بالسورة اللي قبل، إبراهيم واجه أبوه بعدين رموه بالنار، بعدين طلع من النار نجا وآمن له بس لوط بين كل هدول الناس، وقال ذاهب إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هي رسالة من رب العالمين. وفي آيات تانية بالقرآن إني ذاهب إلى ربي سيهدين وإني مهاجر إلى ربي سيهدين. يعني أنت لما يكون خلص اشتد العذاب وأنت خلص ما عاد في، يعني هدول الناس في غيرهم، لا تكون بس عم تطلع على بس هدول الناس. وهي رسالة لنا كلنا بكل شيء. إذا أنت عم تحاول تفتح باب بمكان معين، خليك عم تحاول، بس لا تخلي تعلقك وثقتك بس بهذا المكان، في أماكن تانية. فالله بعت له ناس أحسن، هن أهل المدينة آمنوا فيه ونصروا. فإذا سيدنا إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وهي رسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه هاجر ورب العالمين سينصرك، ولا تخاف من الرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذا هذه السورة لنا امتحان لجوهر الإنسان. ولماذا يمتحن الله؟ لأن الله عليم، يمتحننا امتحان تعليم وليس امتحان علم. ما عم يختبرنا لاكتشفنا، رب العالمين عرفان الحاضر والماضي والمستقبل وعرفان كيف حنتصرف أصلا، بس هذا اختبار تعليم لإلنا، لرفع درجاتنا ولرفع ثقتنا بالله ورفع التسليم
بقضاء الله وقدره. ما هي وسائل الامتحان الخير والشر؟ يلي بيفكر انه الامتحان بس خير او بس شر خطأ. الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بالمال، كثرة المال امتحان، كثرة الجاه امتحان، الملك امتحان، الفقر امتحان، الذل امتحان، العز امتحان، كله امتحان. نبلوكم بالشر والخير والشر فتنة. وهو ذكر الخير قبل الشر، يعني الخير لسه فتنته أكبر من الشر. الخير لأنه صعب الإنسان يشكر، لما يذكر نعمة الله وفضل الله عليه صعب كتير، مو سهل لما يكون عنده كل هالنعم. فالله سبحانه وتعالى يمدوكم بالخير والشر فتنة، فتنة تعليم وليس اختبار امتحان لحتى يكتشفكم وليعرف إذا أنتوا عندكم الصبر، إذا عندك شكر. فتنة الشكر على نعمة الله مو سهلة، وفتنة الصبر على النقمة مو سهلة كمان. لا تغتر بالفرص والإمهال أيها الجاحد الملحد. هي كمان رسالة من رسائل سورة العنكبوت. أيها الإنسان الملحد الجاحد، الله عم لسه الله عم يعطيك صحة ومال، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هم في معنى بدي أذكره مشهور كتير هالأيام، صاير موضة أنه كيف تفعل أسماء الله بحياتك. وهذا الشيء على فكرة يمس العقيدة، لأن بالعكس أسماء الله سبحانه وتعالى مفعلة فينا شئنا أو أبينا. أنت لما بدك تقول يا رزاق، أنت لا تفعل اسم الله بقولك ولا باعتقادك. اسم الله مفعل على المسلم والكافر والحيوانات والسماء والأرض وكل شيء. أسماء الله مفعلة شئت أم أبيت، كفرت أو آمنت، استعنت أو ما استعنت. الله بيرزق الجميع وبيرحم الجميع، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ولكن أنت لا تفعل أسماء الله. أسماء الله فعالة فيك. إذا أنت التجأت لله فأنت عم تاخذ ثواب الالتجاء لله، وأنت عم تاخذ ثواب القرب لله والدعاء الله. والإنسان يكون أقرب لله عندما يدعو الله بأسماء الحسنى، وليس ولكن لا يفعل أسماء الله. عم شوف الله أسماء محاضرات كيف تفعل أسماء الله في حياتك، وهذا انتبهوا، هذا يعني مو مزبوط مع العقيدة بالإيمان بالله. يعلم ما يدور في الله سبحانه وتعالى، يعلم ما يعمل، بيعطي بيمهل الاثنين. الله سبحانه وتعالى بيعطي المؤمن وبيعطي الملحد. الملحد بيعطي لأنه رب العالمين رزاق، وبيعطي المؤمن كمان قد يكون امتحان له، مكافأة له، أو قد يكون امتحان لصبره أو امتحان لشكره، قد يمنعه قد يعطي. يعلم الله ما يدور في أذهاننا وهو السميع العليم. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله غني عن العالمين. كمان هي السورة عم تعطينا هي الآية، شو معناتها؟ أن الله سبحانه وتعالى مثل نوره، خلينا نحكي يعني بمثال أرضي، بمثال بالواقع تبعنا. الله سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى كلها وتجلياته علينا، ورزقه وقوته وعظمته وكل شيء. رب العالمين هو كل شيء، مالك كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو صاحب الكمال سبحانه وتعالى، غني عن العالمين. يلي بده يجاهد نفسه يجاهد لنفسه، ويلي بده يكفر لنفسه. هو رب العالمين خلقنا لحتى نحن نستفيد من الجنة، ما خلق يلي ما بده بيروح على النار. هيك سبقت مشيئة الله أنه يكون في جنة وفي نار، ما فينا ننكر هذا الشيء. ومثله بالحياة الدنيا، مثل أسماء الله وتجليات علينا وكمال الله، مثل نور الشمس. إذا أنا أجيت حطيت مظلة أو حطيت شمسية وحجبت نور الشمس عني، أو قعدت بالشمس تشمست، إذا بنيت بيت أو بنيت يعني مثل ما بيقولوا ملجأ حوالي، أو شو بسموها يعني ساتر حوالي، أو ما بنيت، انتفعت أو انضريت، رب العالم ضوء الشمس هل يقل أو ينقص بحمايتي منه، يعني ببعدي عنه أو بقربي منه؟ هل ضوء الشمس يتأثر؟ وكذلك أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى والله سبحانه وتعالى وكينونته هو كلمة هو لحالة يعني كل أسماء الله الحسنى هو. فإذا رب العالمين مثل نوره وقدرته وأسماءه مثل الشمس، إذا أنت انتفعت فيها ولا ما انتفعت فيها هو ما حيضره ولا حينفعه شيء. وهي الشمس جاية على الجميع، الضوء جاية على الجميع. إذا أنت بدك تحجب حالك عنا مثل الملحد، بدك تحجب حالك عنا ولا بدك تآمن فيها وتتعرض لها، أنت حر. فإذا أنا حبيت أني أوضح بهاي الآية، إن الله غني عن العالمين شو معناته. الله هو مو محتاجنا، الله خلقنا ليجود علينا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هي من أساليب التحفيز. القرآن الكريم عم يحفزنا
عم يحفز فينا شيء اسمه الأنانية عند الإنسان. الأنا، أنا بدك بدك تربح، جاهد لنفسك، جاهد نفسك لنفسك، جاهد هواك، لنكونن جاهد هواك، يعني لا تتبع هواك، في منهج بدك تمشي عليه، لا تتبع هواك. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مو سهل هذا، جهاد النفس أصعب، أكبر جهاد هو جهاد النفس. لنكفرن عنهم سيئاتهم المؤمن، شو معنات لنكفرن عنهم سيئاتهم للمؤمنين الذين آمنوا؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم، أن المؤمن يخطئ، أنتم بشر تخطئوا، ولكن عندما تعترف بذنبك وتتوب فإن الله يتوب عليك. ووصينا الإنسان بوالديه، هون كمان فيها السورة فيها توصية ببر الوالدين، الإنسان وليس وصينا المسلم بوالديه ولا المؤمن بالله، لا، وصينا الإنسان بشكل عام، مؤمن كافر ملحد، كلكم مجبور أيها الإنسان أنك تبر بوالديك. وحتى الإنسان الملحد اللي ما بيآمن برب وما بيآمن بدين، إذا ما بر والدي بده يجي عليه غضب لهالدرجة. بر الوالدين مهم، فإذا إحسان لهم مطلق دائم بدون شكوى ودون نقاش، إحسان للأب والأم. لأنه يدخلنهم في الصالحين، الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين. شو يعني الصالحين؟ الذين آمنوا ندخلنهم في الصالحين، كلمة الصلاح تعني، تعريف الصلاح، أنك تكون جديرا بالإيمان بالاعتقادات، وتكون جديرا بالعمل، وتكون جديرا بالقول، وتكون جديرا بالأفعال بالأخلاق بالأخلاق. فإذا شو هو تعريف الصلاح؟ ندخلنهم في الصالحين. اللهم صل على سيدنا. الصالحين هي أن تكون صلاح القول وصلاح الاعتقاد والقلب وصلاح العمل وصلاح الأخلاق، تجليات الأخلاق على تعاملاتك مع الناس أيضا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، نفس معنى الآية اللي شفناها بسورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. هون امتحان للإنسان المؤمن. من الناس من يقول، شو يعني يقول؟ يعني بلسانه بس يقول آمنا، بس إذا أوذي في الله امتحن جعل فتنة الناس كعذاب الله، انقلب انقلب قلب، حتى بقلبه ماله مؤمن بهذا البلاء، ولا معتبر ولا عم يتعظ ولا شيء. أهلا وسهلا يا صديقتي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة كتبت علينا، الفتنة هي مثل ما قلنا بعيد، الفتنة ذكرت بالقرآن الكريم أصلا لغة. الفتنة معناها مثل ما بيشبهوها باللغة بالذهب الخالص، الذهب لحتى يعرفوا عياره صافي بيعرضوه لأعلى درجات الحرارة، تطلع عنه الشوائب بالجوهر، وهذا امتحان الله للإيمان، فتنة. واللي بينجح بهاي الفتنة هو الإنسان الفائز بالدنيا وبالآخرة. لا تفكروا أبدا أنه ما رح تمتحنوا أيها المؤمنون، أي كل الناس ممتحنين. طيب، المؤمن يقاوم ويقاوم ولا نصبرن على ما آذيتمونا. المؤمن يقاوم في سبيل الحق، والإيمان الحقيقي يظهر وقت الصعاب وليس وقت الرخاء. كل الناس بتقول آمنا، بس وقت الشدة، وقت أنه أنت ظروفك مو مثل ما بدك، قدرك ما عم يزبط مثل ما بدك، بتفتح أبواب بتسكر بوشك، بتشتغل بتخسر من هون، هذا هو الامتحان، هذا هو تمحيص المؤمن، وليس يا سلام لافين رجل على رجل ونحن مؤمنين. هي سهلة، وحتى هي حتى هي رب العالمين ممتحنه للإنسان اللي الله عاطيه كل شيء، إنه إذا ما شكر كمان مصيبة. فإذا نبلوكم بالشر والخير فتنة. المنافق، هون ذكر المنافقين، أن المنافق انتهازي مصلحجي بالدين وبالدنيا، يعني لما يشوف المنافق، لما يشوف الله ما أعطاه بيترك دينه، بيعبد الله لا ياخذ ماده. لما يشوف المسلمين انتصروا بالغزوات، المنافقين لما يشوف المسلمين انتصروا بالغزوات بيروح بيقول انا معكم مشان ياخذوا غنائم. اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين؟ هي مذكوره هون كمان بالسوره. يعني نحن وكمان في هون شغله مهمه كتير، ان الموده اتخذتم امثالا موده بينكم. هون سيدنا ابراهيم قال موده بينكم، شو هي معناتها؟ مصيبه هي المعنى، أن الإنسان عندما يحب إنسان فإنه يعتقد بمعتقداته. اتخذتم أوثانا مودة بينكم، واحد بيحب أبوه بيحب عشيرته أم راح عبد الأوثان من دون الله؟ مودة، محبة بالجاه، محبة بأبوه، محبة بزوجته، محبة ما بعرف محبة. إذن المودة، انتبهوا من خطر المودة،
أنها قد تفسد عقيدة الإنسان. إذا دائما كن إنسان واعي، لا تفسد معتقداتك من أجل العواطف والحب. فإذا يوم القيامة أصلا هم ذكرت بالسورة لنحمل أنه كفروا معنا، الكفار صاروا المؤمنين كفروا معنا ولنحمل خطاياكم، نحن حنتحمل عنكم، مو هلا نحن هيك بيقولوا خليها علي، يعني شو بيقول لك اعملي هالشغلة دخيلك، الله ما حيحاسبك، أنا بتحاسب عنك. هذا الكلام كبير كثير كثير، لا حدا يقوله أبدا. لتسألن يوم القيامة ولتحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هن نفتروا على الله وقالوا نحن حنتحمل خطاياكم ووزركم، اعملوا لي تعالوا اشربوا معنا، معلش اشربوا معنا الخمر، نحن بنتحمل عنكم، نحن برقبتنا ما في برقبتنا، ما في شيء اسمه برقبتنا، تحمل لنا اثقالكم واثقالا مع اثقالكم، وهو بده يتحاسب لانه سمع كلامكم مودة بينكم. فهمتوا هاي الآية شو معناتها؟ انا اول مرة كمان بعرف. يعني ذكرت قصة نوح الذي دعا قومه 1000 سنة الى 50 عاما، 950 سنة. كلياتنا بنعرف انه نوح، طبعا ذكرت فيها تفاصيل القصة، ذكر صبر نوح والسعي والعمل 1000 سنة لحتى. اذا هون رغم ان الامل صفر، فان الله سبحانه وتعالى لم يعطيه العذر لسيدنا نوح بانه يترك رسالته، وهو نفسه اصلا كان انسان مخلص سيدنا نوح، وكان عنده يقين بوعد الله. ذكرت قصة ابراهيم في سورة العنكبوت ايضا، وذكر ان الحجج الباطلة والأفكار الباطلة هي دائما التي تنتصر على العلم لما يكون كل القوم جهلاء. وسيدنا إبراهيم عم يعطيهم حجج، بس هن ما آمنوا بالحجج لأنه جهلاء، فقالوا حرقوه. دائما حجة الإنسان الضعيف بالحجة، الإنسان الضعيف بالحجج العلمية والإثباتات اليقين، ولما يقابل إنسان عالم فشو بيكون النتيجة؟ العنف. فقالوا حرقوه، خلصوا منه. دائما الانسان لما يكون عنده حجه علميه واضحه وعم يجادل اهل الباطل واهل الجهل، وهن جهلاء ما عندهم علم وهو عنده علم، النتيجه ستكون دائما حرقوه، انسفوه، روحوا احبسوه، اقتلوه، يعني اقتلوه حرقوه. هيك نعمل بالانبياء كلهم، لما انسان بده يجادل الجهلاء دائما العاقبه حتكون العنف. فما على الرسول إلا البلاغ المبين. دائما الناس بتفكر أنه ما على الرسول إلا البلاغ، يعني أنا بلغتكم وبس. لا، البلاغ المبين مع بينات، مع بينات وآيات وحجج عليكم، مو بس بلاغ بلغتكم ومشيت، مبين، آيات بينات، في قصص من قبلكم، في تفسيرات، في القرآن الكريم آياته كلياتها معجزة حجة عليكم، بالبلاغ المبين. ذكرت الصورة كمان اللطف والرحمة الإلهية مع وجود العذاب. لا ننكر وجود عذاب يوم القيامة، سبق القول مني، لأملأن من الجنة جهنم من الجنة والناس أجمعين. مين اللي بيدخل على النار؟ من يأس من رحمتي، من يأس من رحمة الله فهم القوم الكافرون. ذكرت سورة العنكبوت أيضا خطورة المودة في العقيدة، قلنا أنه الإنسان قد يخسر معتقداته ودينه بسبب محبته لشخص. وانتبهوا، مأواكم النار جميعا، وما حدا حيتحاسب عن حدا، حتتحاسبوا انتوا الاثنين. وهون كمان قلنا قصة سيدنا إبراهيم لما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هو ولوط، فآمن له لوط. وبعدين الله سبحانه وتعالى كافأه بأنه بلغوا الرسالة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا من ذريتهم النبوة. إسحاق ويعقوب، يعني إسحاق هو ابن سيدنا إبراهيم، ويعقوب هو حفيده. فالله سبحانه وتعالى جعل من ذرية سيدنا إبراهيم النبوة بسبب أنه هو كان إنسان مخلص وهاجر إلى ربه بدينه، أول من هاجر إلى ربه بدينه هو سيدنا إبراهيم. وهي رسالة إلى سيدنا محمد، أن إذا يأست من قوم قريش في غيرهم بالدنيا، هاجر حتلاقي أحسن منهم. فإذا من الصالحين سيدنا إبراهيم، الله وصفه من الصالحين، إن الصلاح هو أنه الله سبحانه وتعالى قال له إني جاعلك للناس إماما. والصلاح قلنا تعريفه أن تكون جديرا بالإيمان بالاعتقاد، وتكون جديرا بالعمل، وتكون جديرا بالقول، وتكون جديرا بالأخلاق. وهم بعدين ذكرت السورة، ذكرت آية من آيات الله، العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هم في كتير آيات، كتير كتير كتير، يعني كتير أمثلة وعلمية عن العنكبوت، حأذكر لكم إياها على السريع. هذا المثل مثل للإنسان، هذا المثل بيتخذ الله سبحانه وتعالى
بيرد فيه على أي إنسان ملحد بيقول ما في الله. فهون العنكبوت والملحد مثل بعض بالضبط، بيت العنكبوت مثل بيت الملحد. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أنا حأحكي على السريع كثير في حكي. أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت العنكبوت بيت يعني من صفاته أنه الوهن. فقط العنكبوت من بين كل المخلوقات هو الذي بيته، اللي بيته على الأخير يعني أي حدا بيدعس عليه. ليش؟ شو السبب؟ أول شيء ما بياخد العنكبوت، ما بياخد بأسباب الحماية، بيبني بيته ممكن بالطريق على شجرة، على طرف شجرة، على مكيف، على على مكتبة، على بسكليتة، على أي حدا بيجي بيعمل هيك، طفل صغير بيعمل هيك بيقيم بيته. وفي هون كمان من 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 كمان من دراسات يعني اللي عملوها العلماء وراقبوا بعض الكائنات الحية، لقوا إنه العنكبوت في نوع اسمه عنكبوت الماء، بتعرفوا كيف بيبني بيته؟ بيبني بيته من الفقاعات، يعني عنده بقلب جسمه هيك خاصة فيزيائية، أول ما يلزق بالفقاعة فبيحافظ عليها وبيجمع الفقاعات لبعض، بيصنع بيت منظره رهيب ورائع ومعماري وخلية رائعة، ولكن من فقاعة. أي حدا بيعمل هيك يجي هوا بيروحها. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فإذا كمان من صفات بيت العنكبوت إنه هو ليش بيت العنكبوت يعني بيتصف بالوهن والضعف، لأنه يصنع بيوته يعني ثنائي الأبعاد وليس ثلاثي الأبعاد، ما بيعمل ملجأ، ما بيعمل ستار لنفسه مكشوف، ولذلك أي حدا بيقدر يعني يدمر بيته للعنكبوت. وكمان العنكبوت يأكل بيته عندما لا يجد الطعام، بالأخير يأكل بيته. شوفوا أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هي كمان من آيات الله. ما عنده العنكبوت أبدا روح الجماعة عكس النمل والنحل. العناكب لا تحب التعاون، وعملوا تجارب علمية حطوهم قدام بعض ولقوا أنه عم يأكلوا بعض، العناكب تأكل بعضها. وهن الأسرة، العنكبوت حتى أسرة العنكبوت أسرة تتصف بالشو التفكك يعني والوهن. أسرة العنكبوت ليست كأسرة النحل والنمل ويديروا بعضهم على حالهم على بعض وبيمسكوا بعض وبيحموا بعض، لا لا. العنكبوت الأم تأكل بيتها، تأكل زوجها وتأكل أولادها، حياتهم مفككة وفي ما في روابط اجتماعية مو مثل النحل والنمل. وهي كمان من آية من آيات الله، أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كمان في من العنكبوت، كمان من قصة العنكبوت يعني ليش الله سبحانه وتعالى ذكر العنكبوت. العنكبوت مجتمع الكامل تبع العناكب، تبع ما في شيء اسمه مجتمع عناكب. أما مجتمع النحل والنمل في مجتمع كامل مستعمرة كلهم بيساعدوا بعض. أما العنكبوت يعيش وحيدا، يعيش وحيدا أبدا. العنكبوت بيأكل أذا بيأكل ابنه العنكبوت اللي اسمه الأرملة السوداء تأكل زوجها، والأم تأكل أطفالها، وعناكب بتأكل بعضها. فإذا هذه العناكب يعني آية من آيات الله على الوهن. أنت شايف هالبيت ما أحلى معماري يلي بيطلع عليه بيلاقيه فظيع. حتى الخيط من خيوط العنكبوت، خيط الواحد الرفيع أرفع بـ30 مرة من شعرة الإنسان، ورغم ذلك حللوه لقوا أنه مصنوع من مادة الفولاذ. هو بيكون حرير أول شيء، بعدين بينضاف لألها من جسمه، بيبخ عليها بروتينات، فبتتحول هاي المادة لفولاذ أصلب من الفولاذ بخمس مرات، أصلب من الفولاذ بخمس مرات. حتى حاولوا العلماء أنه يستخدموها بصناعة الطيارات، وحطوا كذا شبكة عنكبوت قدام بعض لحتى يشوفوا بركي بيقدروا يعملوا شيء، فلقوهم عم يأكلوا بعض وعم يأكلوا شبكاتهم. ما في فائدة أبدا من اجتماع العناكب على بعضها، بس انه من 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 شو بيسموه يعني روائع قدرة الله البديع، انه جعل الخيط هذا يلي ارق من شعرة الانسان ورفعه بـ30 مرة ارفع من شعر الانسان، ولكن جوه من تركيبته فولاذ. هو لو عرف يستخدمه صح كان قدر يعمل فيه شغلات كثير كثيرة، ولكن العنكبوت ما عرف يستخدم هي الفولاذ هذا الا حطه باماكن مفتوحة هيك وخلى الناس تدعس عليه. فإذا هذا كمان من آية من آيات الله، ومن أصدق من الله حديثا. الله سبحانه وتعالى دقيق في خلق الكون. أوهن البيوت بيت العنكبوت، أرق شعر فيه، أرق من شعرة الإنسان، يعني أصلب من الفولاذ بخمس مرات، ورغم هيك لأنه ما عنده روح الجماعة، وما أنه مفكك أسريا هذا العنكبوت، ولأنه عنده الأنانية مرتفعة، هذا العنكبوت أناني وحيد، يعيش وحيدا وبيته ما بيعيش أبدا. كمان حكى كمان هون الموقع تبع يعني إبداعات الله في خلق العناكب. العنكبوت مهندس بارع، ولكن هذه الهندسة هشة، ما محكمة، ما 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 ألا يعني
جميلة جميلة جميلة، بس مثل الفقاعة ما في منها فائدة. مثله مثل، ليش الله ذكر العنكبوت؟ لأنه مثله مثل الملحد، عنده أفكار كثيرة، في علوم كثيرة، في تضارب أفكار، الأفكار عم تأكل بعض البعض، فخلى الملحد يكون عنده تناقض بعقله. كيف يعني كل هالعلوم والإتقان عم تدرسها بعدين الكون خلقه صدفة؟ في تناقض بعقله، مثله مثل العنكبوت بالضبط، هيك شبهه القرآن الكريم. والعناكب شرسة مفترسة سامة، وكذلك الملحد أفكاره سامة تبث في الإنسان، تبث السم في العسل. أنت بتفكر من برا شكله حلو مثل بيت العنكبوت، ولكن هو وهن، وهن يتصف بالوهن وهو ضعيف، فإذا يؤدي بعدين يؤدي بالمجتمعات إلى الانتحار. هذه الأفكار أفكار الإلحاد، لأن الله ما خلق الإنسان لحتى يكون بدون إله. بعدين هون ذاكرين أنه سماكة خيط عنكبوت تساوي يعني 1000 جزء من المليمتر، يعني 0.00001، يعني كألف جزء من المليمتر. شوفوا قديش دقيق. ولكنه مرن مرونة، هذا الخيط مرن مرونة أنه يستطيع أن يمتد 140% من طوله، بيقدر يمتد، وهو أرفع من شعرة الإنسان بثلاثين مرة، أرفع من شعرة الإنسان بثلاث، يعني شعر شعرة الإنسان 30 ضعف من خيط العنكبوت. فإذا هون إبداع تشبيه العنكبوت بالملحد. أنت شايف أفكار حلوة، شايف براهين علمية، شايف منطق جميل، شايف كل شيء، ولكن هذا كله اللي شايفه نعمل هيك بيطير، هوا بيطيره، مطر بيطيره. فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ضرب هذا الله هذا المثل لأن الإنسان اللاديني جعل الدنيا والشيطان، يعني عبد الشيطان من دون الله، جعل الدنيا حجة عليه، وجعل المال شريك الله، عبد المال من دون الله، في عنده مكاسب من هذا الشيء. الابتعاد عن الله يؤدي إلى تفكك الأسرة، من هاي يعني من تأملات السورة، الابتعاد عن الله يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع والجرائم بالمجتمع، ليش؟ واغتصاب الأطفال وهالشغلات كلها، لأنه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت البيت العنكبوت. يعني البيت لازم يكون البيت محكم، بيت الأسرة، الأسرة لازم تكون محكمة بالأخلاق والدين وبالمبادئ العالية لحتى تقدر تكون صلبة بالمجتمع، لأن المجتمع فيه هيك وفيه هيك. فلأن الابتعاد يؤدي إلى التفكك، والتفكك يؤدي إلى الجرائم، ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية، وما يعني كله معروف هذا الكلام. أنثى العنكبوت هون، إن هم آية من آيات إبداع الله، وأن الله موجود وأن الله خالق هذا الكون. شو هي الآية؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت تاء التأنيث يعني الأنثى. وفعلا وجدوا العلماء مؤخرا أن حقيقة علمية أن الأنثى هي التي تصنع البيت وليس الذكر. ما قال اتخذ العنكبوت بيتا، اتخذت العنكبوت بيتا بالقرآن الكريم دليل مؤنث أن أنثى العنكبوت هي التي تتخذ بيتا، وأن العنكبوت هو يعني يصنع بيتا ضعيفا. الله سبحانه وتعالى كمان هون من إبداعاته بأنه القرآن الكريم معجز، أن هذا الخيط، الله ما قال وإن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت، ولكن قال أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليش؟ لأنه خيط العنكبوت من فولاذ، يعني أصلب من الفولاذ بخمس مرات. أما قال هون بيت العنكبوت، إذا مشكلة العنكبوت هو الأنانية تبعه، مشكلته هو أنه هو ما عنده أخلاق يعني. فهذا العنكبوت هو مشكلته، هو نفسه العنكبوت مشكلته، مو مشكلة أنه الله ما خلاه يصنع مزبوط. عنده الطريقة المعمارية الصحيحة للبناء، وعنده أمتن خيط بالكون، هو خيط العنكبوت، ولكن ما استغله صح بسبب أنانيته وتفككه الأسري. وهكذا الملحد ما استغل العقل اللي الله عطاه إياه صح، وصار يحكي شروي غروي، أفكار متضاربة مع بعضها ما إلى أي أساس، إنه رب العالمين خلق الكون صدفة. هون ذكرت بعدين آخر السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خليني أقرأ لكم آخر آية بالسورة بترد على أول آية. حسب الناس أن يقولوا آمنا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آخر آية ردت عليها قالت والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا وإن الله مع لمع المحسنين. يعني أنت إذا جاهدت نفسك صح، خليت هواك تبعا لما جاء الله به من منهج، ما خليت تفسير المنهج على هواك أنت، يلي بدك تعمله واللي بدك ما تعمله. فالذين جاهدوا أنفسهم جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى بيهديهم سبل، لنهدينهم سبلنا، نهدينهم سبلنا. الله بيهديهم وبيتجلى عليهم بالتوفيق، واللي بيتجلى عليهم بالفتوحات والنصر وكل شيء. نهدينهم سبلنا، سبل الله يعني شيء فخم جدا. وكمان ذكرت هون الآية، ذكرت جاهدوا فينا لأنه المسلمين لسه ما كانوا جاهدوا في سبيل الله، فذكرت بعدها سورة الروم. هلأ سورة الروم، سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هلأ جزء 21، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. هون السورة كتير حلوة. سورة الروم نزلت في أواخر العهد المكي قبل الهجرة، تمهيدا للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تمهيدا لبناء حضارة، تمهيدا لتقبل الآخر، تمهيدا للعيش والتعايش مع الأديان الأخرى. المدينة كان فيها يهود، فيها أهل كتاب، وكان فيها دائما زوار من المسيحيين، زوار من وزوار من الفرس، يعني فيها مجتمع في ملل كتيرة وفي أديان كتيرة. والدينان الأساسيين كانوا، إنه الدين الأساسي هو كان اليهود، في يعني يهود 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 كانوا موجودين كتير كتير بالمدينة. فهون الله سبحانه وتعالى ذكر سورة الروم قبل ما يهاجروا، تمهيدا لأنه بدك تتقبل أيها المسلم، أنت عندك منهج صح وأنت الصح، ولكن بدك تتقبل الأديان الأخرى. وكمان أهل الكتاب هن، شوفوا لكم، أنا أول مرة بعرف سبب نزول هذه السورة. سورة الروم سورة مكية نزلت في الروم نفسهم. شو الروم؟ الروم يلي كانوا حاكمين بلاد الشام، والروم بلاد الشام وما فوقها يعني الروم. وكان في الفرس، الفرس هن كانوا أهل مجوس، مجوس كانوا عباد نار، وكانوا عباد ما يعبدوا الله، يعبدوا الشمس ويعبدوا النار ويعبدوا، ما عندهم أبدا إله بالمرة بالمرة. لذلك ذكرت بعد سورة العنكبوت، يعني الإنسان الملحد، هدول ناس ملحدين ما عندهم إله، ما عندهم إله هدول الفرس. أما الروم فكانوا أهل كتاب، وكانوا من بني، من ذرية بني إسرائيل، وكانوا من نسل إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم عليه، من نسل إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. فكانوا من نسل إسحاق ويعقوب عليهم السلام. فهدول الروم كانوا مؤمنين بسيدنا المسيح عليه السلام، كانوا مؤمنين نصارى، كانوا مسيحيين. فهدول الناس عندهم علم، عندهم دين. ولا تجادلوا، ونزلت في هذه السورة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وخليني لكم الآية كتير حلوة، آية فيها تقبل الأديان، إن شاء الله لاقيها على السريع. والله صلى بلاقيها هلا، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ما بعرف صراحة، ما بدي اتأخر عليكم، ان شاء الله بلاقيها بإذن الله. المهم، المهم ان هذه السورة نزلت، نزلت في تقبل الدين، الأديان الأخرى، وخاصة الأديان السماوية. مو حي الله أديان، يعني هدول المجوس ما بنتقبلهم، المجوس هدول عباد يعني ملحدين وعباد نار، هدول أصلا ما عندهم إله. ولكن اللهم صل على سيدنا محمد، ولكن أهل الكتاب اليهود والنصارى بدنا نتقبل أنه هن عندهم دين. طيب هون إذا نزلت السورة للمؤاخاة، المؤاخاة بين المسلم وغير المسلم من أهل الكتاب. وذكرت أن سورة الروم سبب نزولها أول مرة بعرف، لا أصالة، هي آية موجودة هون، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن، يعني هي في إلى يعني في إلى صيغة، بس أنا ما لقيتها. إذا لقيتوا لي إياها اكتبوا لي إياها بالتعليقات. هون نزلت سبب نزول سورة الروم. أنا أول مرة بعرف سبب نزول سورة الروم. سورة الروم كانوا المشركين كانوا بيحبوا كفار قريش، كانوا ناس جهلاء وعتات ودهات وما بعرف شو بسموهم، يعني جبابرة. كانوا بيعبدوا الأصنام حجار من دون الله، وكانوا أصحاب وثنيين، هن كانوا أصحاب ديانة وثنية. مين بيشبهون؟ بيشبهون المجوس. المجوس أهل الفرس كانوا مثلهم وثنيين، فكانوا يحبوا بعضهم، في ولاء بيناتهم. فإذا انتصر دين هاد، يعني هن مع بعضهم، فإذا انتصر كفار قريش بيعتبروا أنه إذا انتصرت الفرس على الروم فإنه تنتصر الوثنية على أديان، وإذا انتصر الروم على الفرس فإنه ينتصر الله وأديانه على الإلحاد. فإذا كانت معركة كبيرة بين أكبر دولتين حاكمين العالم بهذاك الزمان، بزمان أول الرسالة النبوية، كان في الفرس والروم، وكانت الناس كانت تطلع عليهم، وكانت تصلهم أخبارهم، يعني أخبار حروبهم وكذا. فنزلت السورة هنا بهذا الوقت، كان لسه ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كفار قريش عم يقولوا يلا لنشوف. كفار قريش عم يحاولوا يذلوا المسلمين بأي طريقة، عذبوهم، حساوهم عبيد، عذبوا بلال، عذبوا، قتلوا أمية بن خلف، قتل سمية، وقتل آل ياسر، آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعني كتير تعذبوا عذاب المسلمين. وهذا كله تمحيص حكينا بالصورة اللي قبلها، شفتوا كيف الصور مرتبطين مع بعض. أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الله فتنهم لحتى يأخرج أحسن ما فيهم، لأن اللي بده يضل الآخير مع سيدنا محمد ما بده يكون، بده يكون صلب، بده يكون جوهر خالص، ألماس خالص وذهب خالص. إذا ما كان ذهب خالص أي حرب حيخون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدف الامتحان للصحابة. أما هدف امتحاننا أنه نحن بدك تستمر على عبادة الله، بدك تثبت أنه وقت الشدة أنت حامدا لله أكثر من وقت الرخاء. نرجع لموضوعنا. كانوا الروم والفرس كان في حرب بيناتهم بهذاك الوقت اللي بده يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يهاجر كفار قريش ضيقوا على المسلمين جدا. شو صاروا يقولوا لهم؟ قالوا لهم أنت عم تقول يا محمد أنه الله يلي نزل الأديان يلي قبلك، دين إبراهيم ودين موسى وعيسى، اليهودية والمسيحية، أنت جاي تقول أنه في إسلام، وأنت جاي تقول أنه في الله والله واحد، وأنت جاي تخرب لنا كل سياستنا الاقتصادية والوثنية اللي كانوا عم تجيهم المصاري من الحج، يحطوا الأوسان وهبل واللات والعزة وما بعرف شو. فأجوا هدول الكفار قريش شو قالوا؟ قالوا يا محمد وأتباعه، نحن مع فريق الفرس وأنتم مع فريق الروم، نحن مع فريق المجوس واللادينيين والملحدين، وأنتم مع فريق الأديان السماوية. إذا انتصر الفرس على الروم فإن دينكم باطل، وإذا انتصر الروم على الفرس فإن ديننا، وإذا انتصر الروم على إذا انتصر الفرس على الروم، الفرس بلاد فارس على الروم اللي هن ببلاد الشام، إذا انتصروا المجوس على المسيحيين فإن الكفار سينتصرون على المسلمين، وإذا انتصر الروم على المجوس فسينتصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب معه كل أهل الأديان على أهل الوثنية. فصاروا يقولوا لهم يلا عيرون يعيرون. فانتصر وقتها مين انتصر؟ انتصر الفرس على الروم. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بهذه من آيات الله، أنه أخبرهم أنه غلبت الروم. الله أخبرهم، وهي آية من آيات الله، وأن القرآن الكريم متابع للأحداث وبيعرف كل شيء، شايفه رب العالمين، شايف كل شيء وشايف المستقبل كمان. أيوة هي هي الآية. شكرا يا أصالة، شكرا شكرا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون، نحن وياكم مسلمون. الله يجزيك الخير يا رب بميزان حسناتك يا حبيبتي. المهم شكرا أصالة، أدركتيني بالآية، ما لقيتها لأنها موجودة. بنرجع للقصة. فالله سبحانه وتعالى نزل سورة الروم، ألف لام وغلبت الروم، وغلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل. ألف، خليني أقرأ لكم ياها، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم. أقر الله سبحانه وتعالى أنه غلبت الروم، الله دريان بكل شيء. في أدنى الأرض، شو هي أدنى الأرض؟ بصرة، بصرة الشام في درعة،
بصرى الشام في درعا يا أصالة، بصرى الشام التقى فيها الفرس مع الروم وغلبت الروم، ومسلمين زعلوا زعلا شديدا لأن المسلمين كانوا بيحبوا أهل الكتاب وكانوا بيعرفوا أنه الله وربنا وربكم واحد، فكانوا زعلوا المسلمين حزن حزنوا حزنا شديدا، أبو بكر خاصة. وراح واحد من كفار قريش، نسيت شو اسمه، أني واحد ما بعرف، أمية بن خلف ولا ما بعرف، واحد من كتير كتير كتير، مش أبو جهل يمكن، ما بعرف. إجا قال له يا أبو بكر، يا أبا بكر، انتصر الفرس على الروم، يلا وين الدين؟ ما في دين، أنتوا كذابين، ما في دين، ما في دين وما في الله، فانتصرنا عليكم. وصار يجاكروا، فالله سبحانه وتعالى نزل عليهم هذه السورة ليرد على هذا الكافر. شو قال له؟ في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أول شيء لله الأمر من قبل ومن بعد. أول شيء الله يا مؤمنين، النصر مو هلأ، النصر هو عبارة عن منظومة متكاملة للنصر، مو نصر هلأ بس، نصر كامل لمبدأ كامل. لا تفكروا نصر هلأ وخسارة هلأ بتحكم، لأنه مثلا غزوة بدر انتصروا وغزوة أحد خسروا، فإذا هون الله نصرنا هون الله ما نصرنا، لا، نحن هيك نتعامل مع الله، هو هون المشكلة، نحن نتعامل مع الله أنه إذا الله عطانا اللي بدنا إياه هلأ فالله نصرنا، إذا الله ما عطانا الله ما نصرنا، هي مو هيك. هي الله بيطلع على حياتك كاملة كاملة، حياتك فيها نصر ولا لا بشكل عام، وهي دعوة إلى الله، فيها نصر ولا لا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، الله شايف وكل شيء، والله أصلا كتب أنه ينتصروا الفرس على الروم. ليش؟ مشان تعرفوا أنه مو شرط أهل الكتاب وأهل الله وأهل القرآن وأهل الأديان وأهل الكتب السماوية ينتصروا هلأ، مو ضروري. ولكن ذكرت آية تدل على أن القرآن الكريم دين من عند الله وأن الله شايف المستقبل. شو قال؟ وهم من بعد غلبهم في بضع سنين في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. هتفرحوا يا مؤمنون، هتفرحوا أنتوا وأهل الكتاب مع بعض، والروم بعد 8 سنين، من بضع سنين، من 3 إلى 8 سنين رح يغلب الروم الفرس، وفعلا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ووقتها كان بعد 8 سنين سيدنا أبو بكر قال له، رد عليه لهذا الكافر، مدري أمية بن خلف، مدري أبو جهل، والله أنا قرأت بالتفسير ونسيت، ما كتبت اسمه، كل شيء ما بكتبه. شوفوا العلم فيض والكتابة قيد، يعني إذا الإنسان ما كتب والله ما بيتذكر ولا كلمة. فإذا واحد من كبار قريش قال له لأبو بكر، طبعا أبو بكر كمان كان له قيمة كتير، فأنه أسلم بيجاكروا منه كتير، فقال له يا أبا بكر، انتصرنا عليكم، ليك انتصر الفرس على الروم. قام قال له هاي الآية، قال له في بضع سنين، قام قال له وشو هو بضع سنين؟ قام راح لسيدنا محمد وقال له شو بضع سنين يا رسول الله، يعني 3 سنين ولا؟ قام قال له يعني تقريبا، يعني كل التفاسير يعني تقريبا انه بضع سنين يعني تقريبا 3 ل 8 سنين، 3 ل 7 ل 8 يعني هي. فقال له سيدنا ابو بكر، لا، رد عليه لهذا الكافر يعني من قريش، من هذا اهل قريش، قال له انه بعد 5 ل 8 سنين حترجع تنعاد المعركه وحينتصر الروم، وفعلا انتصروا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا هون الله شو شمال أم المؤمنون، يعني المؤمنون بالكتب السماوية حيفرحوا كلهم مع بعض بنصر الله، نصر الأديان على نصر على الملحدين. هي أنا أول مرة بعرف تفسير هي السورة، يعني هي السبب نزولها، يعني تصوروا أن المؤمنين كانوا عندهم، المؤمنين برسول الله المسلمين كانوا عندهم اطلاع بالأخبار، وكانوا مهتمين جدا بأنه ينتصر الروم على الفرس، لأنه الروم عندهم أديان، عندهم كتاب، أما الفرس ما عندهم شيء. هدول يعني الفرس مجوس، هدول يا لطيف، يعني دينهم فيه كتير ظلم ودبح وحرق، وحتى يمكن بيحرقوا أمواتهم، يعني في عندهم أشياء لا أخلاقية يعني بالتعامل مع الإنسان. فإذا هي سبب نزول سورة الروم. أنا ما عندي كتير تفسيرات لها صراحة، يعني السورة سهلة، ذكرت الآيات التفاوت بين البشر، وذكرت هذه الآيات كمان فيها خلق من آياته، طبعا الله بقى ذكر آياته، من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ذكر كمان من آيات الله كمان التفاوت في الجمال بيننا، اختلاف ألسنتكم وألوانكم وعرقكم، هاي اختلاف بشرتنا ألواننا ألسنتنا، هي كلها من آيات الله. الاختلاف، هي سورة بتحكي عن الاختلاف. ليش؟ لأن المسلمين حيهاجروا على مكان فيه اختلاف، مكان في يهود، في مجوس، في نصارى، في المدينة المنورة فيها ميكس، يعني
مجتمع في كل شيء. وهذا كان من آيات الله أنه المسلمين يعيشوا بمجتمع في تعدد مشان يعرفوا لما يكون عندهم حضارة كيف يتعاملوا مع التعدد. وهذا من آيات الله، وهذا دليل على أن دين الله حق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين ذكر أنه اختلاف ألسنتكم وألوانكم، طبعا يعني اختلاف العرق واللسان واللهجات والألوان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل فساد بيظهر بما كسبت أيدي الناس، من أنه الإنسان لما بيفسد بالأرض بتفسد الأرض معه. الله سبحانه وتعالى كمان ذكر من آياته خلقكم من نطفة ومن ماء مهين، ثم جعلنا بشرا سوية، ثم جعلنا ذو قوة. بس هون في آية كتير حلوة، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة. هون الله سبحانه وتعالى تتمحور هذه الآية أنه لا تنغروا كتير. الأمم دائما في إلى دورات، جعلها أول شيء من ضعف، مثل ما خلق الإنسان الله بيخلق الأمة، جعلها أول شيء خلقها من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفة، هذا الهرم. ونفس الشيء الأمم، خلقها من ضعف، تقوى بتقوى بتقوى بتقوى، بعدين بترجع، ما في شيء بدون إلا وجه رب العالمين. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد، هي من آيات الله أنه خلقنا من ضعف، وخلق كل شيء من ضعف، وقوة ضعف، ضعف قوة ضعف، ما في شيء بدوم إلا وجه الله طبعا سبحانه وتعالى. تتمحور حول بيان سنن الله في الأمم السابقة، هي الآية. الأمر كله لله، التجانس بين الشعوب هدف السورة، وإثبت على منهجك وتقبل الآخر. لا تكون مائع منهجك ومعتقداتك مائعة لدرجة أنك تتخلى عن مبادئك حتى تتقبل، حافظ على منهجك وتقبل. هون التوازن، التجانس بين الشعوب، أدي حقوق الله عليك، التزم بطاعته حتى تنجح، يعمل اللي عليك الأخلاق، كن صالحا قولا وفعلا وعملا، واصبر إن وعد الله حق. هون ذكرت آخر الآية، اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك. خليني أنا سورة الروم صراحة مو من السور اللي حافظتها، فما بدي خبص يعني. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، آخر آية بسورة الروم. اصبر إن وعد الله حق، دائما إن وعد الله حق، بس بدك تصبر. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هدول كفار قريش اللي قاعدين عم يتبجحوا بالكلام ويقولوا نحن انتصرنا عليكم، شوفوا شلون وكذا وكذا، شوفوا كيف الدورات الأمم حتكون، نصر بعدين هزيمة، نصر هزيمة، ضعف قوة ضعف، ضعف قوة ضعف، هي هيك الأمم سبحان الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا ما بعرف إيش صارت الساعة بصراحة، يمكن صار لي ساعة تقريبا. إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم دائما بخير، ودائما الله يتقبل دعواتكم ويتقبل صلاتكم وقرآنكم. وإن شاء الله أكون أنا ساعدتكم كمان من فضل الله طبعا وفتح الله. أنا نفسي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع يعني، بس أنا حابة إني أستفيد هالسنة من تفسير القرآن. ف حابة أول مرة بحياتي، بما أني بحب أقرأ كتب ولخصها، فالأولى كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا مقصرة معه كنت سبحان الله. فقررت هذا رمضان أنا بما أني عندي هالموهبة، موهبة تلخيص الكتب، فأني لخص لكم تفسير كتاب الله لحتى نستفيد منه كلياتنا، رسالة وعي منا مسلمين، وفي منا مسيحيين، وفي منا أديان مختلفة. بحبكم كلكم، بتقبلكم كلكم، وكلياتنا يعني بإذن الله بنعبد الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يا رب الله يجعل رمضان علينا جميعا رمضان فتح ونصر ونور. ولا تنسوا دائما مثل ما حكينا الصلاة على سيدنا محمد، في إلى كتير فوائد، كل يوم بقرأ فائدة أحسن من الثانية. اليوم قرأت مقدمة، اليوم قرأت أحد الصالحين شاف واحد من الـ من الـ من الأئمة يعني، شاف من منامه الإمام الشافعي، فقال له كيف حالك، واحد من تلميذه يعني وهو إمام أيضا، فقال له كيف حالك يا إمام الشافعي، فقال له هي اليوم خاطرة اليوم يعني بيحكي لكم يا يعني. فشاف واحد من تلاميذ الشافعي وهو إمام وفقيه أيضا، شافه وعم يقول له كيف حالك يا إمام بعد ما مات، فقال له أنا ارتفعت منزلتي عند الله بجملتين كتبتهم بكتابي اسمه كتاب الرسالة. فهو هذا التلميذ هو بيعرف انه كتب كتاب اسمه كتاب الرساله سيدنا الشافعي، ولكن هو ما كان يعني مركز يعني شو هي اول شو هي الجمل. في جمله قال اول جمله كتبها، فقال له
ففتح الكتاب بعد ما فاق من الحلم، فتح الكتاب وقال له شوف شو هالحلم اللي شفته. يعني اكيد رؤيا الاموات حق، انه اذا الله اذا واحد شاف وخاصه هيك اموات يعني عالم، وعم يقول له انه في جمله بكتابي اقراها لازم يقراها. فراح قام راح دور على كتاب، يعني راح على مكتبه المسجد ودور ولقى كتاب الشافعي الرساله. فتح اول جمله منه شو مكتوب؟ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي على سيدنا محمد عدد ما غفل عنه الغافلون. فلما شاف بمنامه شو قال له؟ هي هي الجملة. قال له ما قال له شو جملة، قال له في جملة كتبتها بأول كتابي هي اللي شفعت لي وغفرت لي كل ذنوبي ورفعت درجتي بكل علمي، ما هم كل علمي ما فادني إلا هالكلمتين. هو هيك شاف بمنامه، فاحفظوها اليوم خاطرة اليوم. اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. طبعا بتعرفوا فوائد الصلاة على سيدنا محمد، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله بيصلي عليه. نحن بحاجة لأنه الله يصلي علينا، يتجلى علينا برحماته وأسماء الله الحسنى كلها، الرزق، الود، التيسير، الفتح، النور، أسماء الله الحسنى كلها أسماء. قرأوها وتذكروا أنه إذا قلتوا اللهم صلي على سيدنا محمد الله بيصلي عليكم، إذا الله صلى عليكم فصلاة مقبولة. الله سبحانه وتعالى إذا أنت قلت اللهم صلي على سيدنا محمد الله بيقول آمين، الله سبحانه وتعالى بيقول آمين والملائكة بتقول آمين. وهيك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلق الله وزينة عرش الله ومداد كلمات الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن، وصلي على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. هي أنا معلومة جديدة اليوم تعلمتها. وأهلا وسهلا فيكم، وانتظروني بكرة إن شاء الله. بكرة شو عنا؟ خليني أشوف لكم بكرة شو عنا. سورة اليوم خلصنا الروم صح؟ لقمان، بعد الروم لقمان والأحزاب. لقمان والأحزاب وسبأ، لأنه جزء ال 22 اليوم نحن 21، جزء 21 اليوم خلصنا. فجزء ال 22 في سور كتير، لقمان آخر 21، بعدين بيجي السجدة والأحزاب وسبأ. والله كتار، ما بعرف انتو شو رأيكم، بكتبوا لي بالتعليقات. وفاطر بدأنا، أنا كنت هاكلة هم صراحة، أنا كنت أكلة هم لما أوصل على الأجزاء يلي فيها مثلا 5 سور أو 6 سور مثلا، فكيف بدنا نشرحها؟ فقررت امبارح قعدت فكرت هيك، فلقيت أنه الأفضل أنه شو نعمل، نقول اليوم بدنا نلخص الجزء، لخص تفسير الجزء ال 22 كله مع بعضه وخلص، لانه اذا بدي افسر كل سوره لحالها ما حنخلص لبكره يعني. هو سبحان الله يعني الايات حلوه وممتعه وكذا، بس انتم ما عندكم وقت رمضان، وانا كمان ما عندي وقت، وبدكم تلحقوا تقروا هالختمه، ويعني في عندكم كمان ناس ثانيين عم تتفرجوا عليهم غيري، ما عندكم غيري يعني. فان شاء الله يا رب الله ينفعني وينفعكم بهذا القران العظيم. لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، وتدعوا لنا وتدعوا لحالكم. الله يبلغنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، وكل من قال آمين من ورائه يا رب العالمين. وإلى اللقاء، أحبكم في الله. واليوم شو بسمو الجملة اليومية اللي بقولها؟ إفطارا صياما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.